عندي سؤال، إن كان لي عندك مجال هذا ولنك في الزمام، مشرف على بيض الفعال. شلي جرى شلي حصل رغم اختلافات الفحل، لحوبها عند الحزام هذه نهب تبغى الأصل. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث ينطلق شوطنا الثامن في المجموع المخصص لفئة الجعدان المهجنات الأصايل. مسافتنا هي 5 كيلومترات لسن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع. بالفعل نبدأ مع البداية ونبدأ مع مقدمة هذا الشوط لنتعرف على البداية الأولى. أرى شعارك يا بن حليس، من يتقدم الجميع مع هذا التحدي الرائع والجميل. هناك البداية، ولكن بن قانوش يتقدم مع هملو الرامس بن عامر بن قانوش العامري مع البداية الأولى، مع البداية الأولى ومع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني هناك هملول لسعيد بن محمد بن أحمد بن رفيعة من يتواجد مع المركز الثاني. والمركز الثالث من الجانب الأيمن هو الذي غير، هو شاهين لأحمد بن راشد المحرمي الكتبي. من يتواجد، من غير إلى البداية الأولى وإلى مقدمة هذا الشوط. رابع المراكز هو شمعدان خليفة بن سالم بن ضبيعة الكتبي، من يتواجد في هذا التحدي الرائع والجميل. وايضا هناك المركز الخامس اللي وصلنا مثير لمحمد بن عمران بن خليفه الشامسي، من يتواجد في هذا التحدي الرائع والجميل. ولكن هناك الوصول على المركز السادس اللي وصل في هذا الانطلاق الممتاز، هو المنتحر المهير بن علي بن راشد الكتبي، يقدم المنتحر في هذا الشوط وفي هذا التحدي والمرعب. يصل في هذه اللحظات لنواب بن نوح بن أحمد آل بلوشي. وأيضا هناك الوصول في هذه اللحظات من ناصي لحمدان بن راشد بن سرداح الكتبي. مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا في هذا الشوط دعنا على مسامعكم المراكز المتقدمة ونعود إلى البداية وإلى التحديات الممتازة مع البداية الأولى ومع مقدمة هذا الشوط. البداية مع شاهين لأحمد بن راشد المحرمي الكتبي، يبحث عن النقطة الثانية لهذا الشعار في هذه الانطلاقات الممتازة والرائعة. ولكن المركز الثاني هناك الوصول في هذه اللحظات اللي وصل وتحرك، هناك هملول في ثاني المراكز، تعود ملكية هملول لرامس بن عامر بن قانوش العامري، من يتواجد على المركز الثاني بانطلاق ممتاز باندفاع جميل في المركز الثاني في هذه التحديات الممتازة والرائعة والجميلة في هذا الشوط وفي هذا التحدي الرائع والجميل في هذا الانطلاق الممتاز. والمركز الثالث هناك الوصول في ثالث المراكز من شمعدان الخليفة بن سالم بن ضبيعة الكتبي، من يتواجد على المركز الثالث. والمركز الرابع هناك مثير لمحمد بن عمران بن خليفة الشامسي، يتواجد في هذا التحدي الرائع والجميل في هذه الانطلاقات الممتازة والرائعة. وأيضا هناك الوصول في هذا الانطلاق الممتاز والرائع والجميل اللي وصلنا المنتحر المهير بن علي بن راشد الكتبي، يقدم المنتحر في هذا الشوط. لكن نعود إلى الرقص الجميل وإلى التحديات الأولى وإلى الانطلاقات الممتازة مع البداية الأولى ومع مقدمة هذا الشوط. هناك البداية مع شاهين
شاهين على البداية الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط بانطلاق ممتاز وجميل على البداية الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط. هناك شاهين على المركز الأول ينطلق بانطلاق ممتاز. أحمد بن راشد المحرمي الكتبي يقدم لنا هذا الشعار ويقدم لنا هذا الاسم الخطير ويقدم لنا هذا الاسم الجميل والرائع البداية مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. لكن هملول رامس بن عامر بن قانوش العامري على المركز الثاني بشعاره الخطير بشعاره الممتاز بشعار الإنجازات مع المركز الثاني مع هملول. والمركز الثالث هناك الوصول في هذه اللحظات من المنتحر لمهير بن علي بن راشد الكتبي يقدم لنا المنتحر يقدم لنا المنتحر في هذا الشوط. الله 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 في هذه التحديات الممتازة والرائعة والجميلة في هذا الشوط. لكن شاهين أغلع شاهين وطار شاهين مع المركز الأول أعلن حالة الإغلاع على البداية الأولى مع المركز الأول. العصاف الأبطان العصاف الأبطان ما كلمه ولا قال شيء ما كلمه ولا قال شيء عصاته راكدة في بطانه عصاته راكدة في بطانه على البداية الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط بانطلاق ممتاز وباندفاع جميل. إذا هذا هو شاهين ينطلق على البداية الأولى لكن المنتحر لكن المنتحر الله 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 شاهين شاهين على البداية الأولى مع مقدمة هذا الشوط. سلام يا المحرمي سلام سلام لهذا الشعار سلام لشعارك الممتاز. النقطة الثانية لهذا الشعار مع انطلاقة هذا الاسم الخطير حيث قدم شواهين حيث قدم شواهين ويقدم لنا يقدم لنا هذا الاسم يقدم لنا شاهين في هذا الشوط. والنقطة الثانية أحمد بن راشد المحرمية الكتبي سلام يا شاهين سلام 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 على هذا الفوز سلام يا هالي الأحباب. يبقى السلام على أرضية هذا الميدان لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني المنتحر في ثاني المراكز تعود ملكية المنتحر المهير بن علي بن راشد الكتبي. التوقيت الزمني هو 7:56 المركز الثالث بن قانوش. تهانينا وناموس على هذا الفوز وانتصار.